صبنت وخوى لا تقول لي صبن عليه. وش سوي؟ أنا يا أبو راشد أصبن. وش يعني تصبن؟ أغسل الملابس. تغسل ملابس هنا؟ ما أغسل بالشارع؟ ايش عملنا مغسل؟ نغسل الملابس داخل المغسلة. يا ابن الحلال أنت صاحي؟ أنا ناشر يا أبو راشد. شرينا ذي ودافعين فيها فلوس. ما يا أبو راشد ما عليك من المكاين هذا، ما بوش أحسن من شغل اليد يخرج الوسخ ويدعك الملابس. أها مضمون، هذا شغل مضمون، عمل يد. أقول قم يا أبو راشد، ما قد نظفين الملابس عندي إيش تنغسة. والنزل يا أبو راشد، شيل الملابس حطها هنا، إحنا دافعين فلوس هنا. والصدل لمن؟ أقول قم يا ابن الحلال. شيل المحيا ولد، هنا ندخلنا هنا. تعال هنا ها الله ما عندكم سالفة. أنا كلمته هنا شوف هنا ها تعال بعلمك. كيف؟ ها كذا تغسل هنا. ها شفت نفس كذا لما ينضف يعني وش البعيدة؟ قد احنا بالصدر ونغسل قد باليد. هنا دافعين فلوس وهذا ابو فلوس يا ابو راشد. اتوقع يا ابو راشد انها تغسل وتنشف من نفسها. معقول هذا المبلغ يعني؟ وما اي والله دافع الفلوس. ايوه لا تصدق له، ما دري الجني هذا، ما درك انت يا ولي. في اليوتيوب لو نبحث في اليوتيوب في جوجل بيطلع لنا الخبر. ابحث الله يهداك. وينك من زمان ما تبحث؟ شوف كيفية تغسيل تشغيل. امزح تشغيل إيه؟ الغسالة. وش الغسالة؟ غسالة أبو راشد، أنا دافع فلوس. غسالة أبو راشد. راشد إيه؟ وش طلع؟ ما طلع أبو راشد، تطلع غسالة عادية يعني. خلاص غسالة أبو راشد اللي يشتغل فيها ناشر وولي. اكتب عشان تطلع بالضبط. يا ابن الحلال اكتب اي غسالة، يلا فكنا من ذي. هذه غسالة نفس النوع. ايوه نفس النوع، هذه نفس النوع، هذه نفس اللون حق السطل هذا. والشكل نفس الشكل ذا. اي نفس الشكل تماما. اي توكل على الله.